السلام عليكم ورحمة الله معكم المهندس محمد منصور في المحاضرة الماضية بدأنا في مشروع اللي هو عبارة عن رسم مخططات لفيلا سكنية بدأنا المحاضرة الماضية في رسم الدور الأرضي رسمنا الحوائط الخارجية والداخلية رسمنا الفتحات الموجودة في الحائط الخارجي وأضفنا إلى حصلتنا بعض الأوامر. في الحقيقة الأهم من الأوامر في هذا المشروع ألا وهو منهجية العمل، إيش المنهجية اللي أتبعها في رسم المخططات بحيث إنه تجنبني الوقوع في أكبر عدد ممكن من المشاكل، وفي نفس الوقت تسرع من وتيرة الشغل أو عملية الشغل عندي عشان أصل للنتيجة بشكل أسرع. هذا اللي احنا بنحاول نتعلمه برضه من خلال مشروع اضافه طبعا لاوامر الاوتوكاد خلينا اليوم نستكمل الدور الارضي ونبدا تحديدا في جزئيه الفتحات الداخليه لكن قبل ما نبدا خلينا نعمل زي ما عملنا المره الماضيه نفتح الصوره والاوتوكاد جنبا الى جنب عشان اقدر اعاين الصوره والاوتوكاد في نفس الوقت لو بدينا في هذا الباب طلعنا على مقاسه هلاقي انه مقاس الباب هذا واحد متر طيب ممكن نعمل واحد متر لكن انا حابب نستخدم عدد نماذج اقل للابواب يعني بديش اكتر انواع ابواب لانه في عندي أبواب حيكون مقاسة تسعين أبواب مقاسة 80 للحمامات وعندي الباب الرئيسي أكيد حيكون مقاسه مختلف فيعني في يكفي هذه الثلاث نماذج وديش أضيف مقاسات كثيرة للأبواب فحنفترض أنه جميع الأبواب تسعين سنتي اللي طبعا أبواب الغرف وأبواب الحمامات 80 سنتي شغلة أخرى ممكن نفترضها ألا وهي طول ركبه الباب او قديش بيبعد الباب عن طرف الحائط اكيد مش حيكون مكتوب على كل باب انه بيبعد مثلا 10 سم و20 سم هذه تفاصيل صغيره صعب تنكتب الا في تفصيله معماريه لذلك احنا هنفترض انها 20 سم في جميع الحالات فلو بدانا في هذا الباب نتاكد ان احنا موجودين على لير الوولز هذا اولا كذلك نتأكد إنه الأورثو شغال ونبدأ نبعد مثلا عن طرف الحائط بوينت اتنين بعدين اوفست بوينت تسعة وبعدين تريم تي ار انتر كمان انتر وبعدين بشيل هذا الجزء او ممكن بطريقه ثانيه عشان نوع في الاسلوب ممكن ارسم القطعه هذه بعدين اوفست بوينت تسعة وبعدين امسك القطعتين واحركهم على اليمين بوينت اثنين وممكن استخدم نفس الباب هذا لو له نظير في مكان اخر يعني باب بنفس الاتجاه وبنفس مقاس الحائط زي الابواب الموجوده هان او هان فلو عملنا كوبي مثلا من الطرف هذا حطيته على طرف الحائط وبعدين كوبي مثلا من النقطه هذه للنقطه هذه وبعدين موف ام انتر موف بوينت اثنين في ابواب تسعين اخرى اذا خلينا نشوف باب بيت الدرج الباب هذا برضو تسعين سنتي لكن ببعد عن طرف الحائط نص متر ليش نص متر؟ لانه في حيكون عمود في بيت الدرج في هذا المكان. فممكن ابعد نص متر من هان من برا او بوينت ثلاثة من جوا. ابعدنا من هان بوينت ثلاثة. بعدين اوفسيت بوينت تسعة وبرضو ترم. في عندي كمان باب تسعين سنتي الباب اللي بفتح على الوشينج روم أو غرفة الغسيل واضح إنه تسعين لأنه باب البلكونة هذا بتذكره كان تمانين فهذا واضح إنه أكبر يكون تسعين برضو بنفس الطريقة بشكل سريع وفي عندي كمان باب تسعين في الغرفة هذه طيب زي ما قلنا أبواب الحمامات هتكون كلها ثمانين سنتي لذلك ممكن أرسم باب وأجرب أعمل كوبي على باقي الدورات أو الحمامات طيب أوفست بوينت ثمانية موف ام انتر بوينت اتنين نجرب نعمل كوبي مش حقدر اخد كوبي من هان آآ لانه الحمام هذا آآ الباب مش موجود في نفس المنطقة موجود على الجهة الثانية لذلك هاخد كوبي من النقطة هذه احطه او ممكن من النقطة هذه ونزله بوينت اثنين خليني اكمل الان بقيه ابواب الحمامات بشكل سريع طيب هيك انتهينا من ابواب الحمامات وابواب الغرف يمكن باقي الفتحات اللي بتفصل بين الغرف او بنسميها الاقواس زي الفتحه الموجوده هان بين الممر وبين الصالون او الفتحه الموجوده ممكن هان فلو عملنا اكستند بعدين تريم لاحظوا الان لو ضغطت شيفت انا الان على امر اكستند لو ضغطت شيفت ممكن ابدل بين الاكستند والتريم الاكستند حصل الان تريم هذا مش هنحذف اكيد انه لا يعتبر زيادة عن شيء اخر هذه قطعة مستقلة فراح اعملها ديليت نفس الطريقة هان قديش طول القطعة هذه مش مكتوب لكن ممكن اقارنها باشي معروف او بوعده معروف زي الكاونتر تاع المطبخ العرض تبعه 60 وهذا تقريبا نفس المسافة فحبعد بوينت ستة بضغط شيفت عشان ابدل وضعية الاكستند بشيل ايدي عن الشيفت برجع تريم تاني هيك بنكون خلصنا جميع الفتحات الداخلية ممكن الآن نبدأ في رسم الأبواب قبل ما نبدأ في رسم الأبواب بفضل نعمل لاير خاص للأبواب فهروح على اللايرات create new layer دورز نختار لون مثلا اللون الاخضر طيب برضو الابواب زي الشبابيك ممكن ترتسم بتفصيل كبير يعني نرتسم الحلق تاع الباب وسماكة الضلفة تاعت الباب او ممكن ترسم وان لاين ممكن ترسم بس مجرد مستطيل سماكة خمسة سنتي مع القوس يعني درجة التفصيل زي ما ذكرنا بتحكم فيها الوقت في الغالب فلو نفترض يعني افترضنا بدي أرسم أنا الحلق تاع الباب ممكن ببساطة طبعا لو كنا في لاير الدورز نرسم لاين أو بولي لاين مثلا حرسم الحلق طبعا عادة بكون خمسة سنتي يعني هاي بوينت زيرو خمسة بالشكل هذا احيانا بيرتسم الحلق زي هيك خلاص ببساطة شديدة واحيانا يكون الواحد بده يفصل بزيادة ممكن يرسم الفرز اللي بكون هان اللي بيحتوي الضلفة فممكن يعني يرسمه بالطريقة هذه برضو ممكن نرسم مثلا بوين زيرو اربعة بعدين سماكة الباب هي بوين زيرو خمسة بعدين بوينت زيرو واحد سنتي وارسم الحلق بهذه الطريقة وبعدين ميرور على الجهة التانية. وهكذا لكن برضو عشان الوقت احنا حنرسمه بشكل بسيط جدا في عنا نوعين من الأبواب الباب التسعين والباب التمانين فلو أجينا على الطرف هذا درس مستطيل طبعا هضغط على الريكتانجل هختار البيس بوينت النقطة هذه هضغط على دايمنشنز، وأقول البعد الأول للمستطيل في الإكس بوينت زيرو خمسة سنتي أو بوينت زيرو خمسة متر اللي هو خمسة سنتي والبعد في الواي بوينت تسعة متر وبحدد اتجاه الباب طبعا بدي بيكون بهذا الاتجاه بضغط على الماوس بنهي الامر والان نرسم القوس تاع الباب وذكرنا سابقا في محاضرات سابقة انه ممكن نرسمه بطريقتين ممكن اجي عند المفصل تاع الباب في النقطة هذه وارسم دائرة بنص قطر تسعة وبعدين اعمل ترم طيب ممكن اعمل ترم على عدة خطوات يعني هي انتر وبعدين اعمل ترم على عدة مراحل وممكن اعمل ترم واحدد من وين حعمل قطع يعني من الخط هذا مثلا والخط هذا هذا عشان مستطيل ممكن يغلبنا ماشي انتر مثلا بهذا الشكل اه تمام او ذكرنا في نوع من الاقواس ممكن يسرع العملية اللي هو start end direction لكن يفترض تكون مشغل اورثو معه برسم الطريقة التالية من بداية الباب اللي هي النقطة هذه وليس هذه كويس لانه هذه النقطة اللي حتتحرك لحد ما تطبق على طرف الحائط فبرسم هاي النقطة الأولى هاي النقطة الثانية وبحرك الماوس بهذه الطريقة حيعطيني ربع دائرة صحيحة 100% هاي رسمت الباب الآن عشان ما عيدش العملية هذه ثاني أكيد هستخدم الكوبي فممكن بكل بساطة أخذ نسخة على جنب وأعمل ما يشبه مكتبة أبواب كل احتمالات الباب الممكنة يعني ممكن يكون عندي باب بهذا الاتجاه، ممكن يكون عندي باب بالاتجاه الثاني لو عملت ميرور انتر، ممكن يكون عندي باب برضه بيفتح لتحت، انا قلت ميرور ام اي واي خط الانعكاس، ممكن يكون الابواب بهذه الطريقة، ممكن انسخ الاربعة هدول واعمل روتيت تسعين درجة، ممكن يكون برضو عندي ابواب بهذه الطريقة، حيكون. بنحكي عن بوابه 90 احد هذه الاحتمالات الثمانيه فيش امكانيه يكون في احتمال اخر الا اذا كان في عندي ابواب مائله بزاويه 45 او 30 هذه حاجه اخرى طيب فهات نشوف ابواب ال90 اللي عندنا في عندي باب زي هيك بفتح بهذه الطريقه بطلع على المسقط فبختار هذا وهي موف ام انتر من المفصل تاع الباب هاي هان في عندي البابين اللي هان طبعا كان الاصل اعملش شموب اعمل كوبي هاي كوبي عشان احتفظ فيه يمكن يلزمني تاني في عندي البابين اللي هان هاي هذا وهذا هاي كوبي وهذا طبعا تتذكروا المحاضرة الماضية عرفنا الزر اليمين انه لو بضغط زر يمين بكرر اخر امر بدون ما يجيب لي القائمه المختصره مجرد ما اضغط كليك يمين حيكرر امر الكوبي هيك اعتقد انا بكون خلصت جميع ابواب ال90 بنفس الطريقه ممكن اعمل ابواب ال80 بس هضطر اعمل باب واحد في الاول 80 مثلا الباب هذا برضو امر الريكتانجل هاي البيس بوينت دايمنشنز بوينت 0.5 البعد الاول بوينت 8 البعد الثاني وبختار اتجاه الباب حوالين البيس بوينت اللي هي النقطة هذه والقوس اللي اسمه start in بضغط عليه هاي النقطة الأولى النقطة الثانية وبطلع على فوق طبعاً برضو لازم تكون مشغل أورثو وإلا مش عطيك قوس صحيح ربع دائرة كوبي وبعمل جميع حالات الأبواب الـ point 8 فبعمل ميرور بهذه الطريقة مع الأورثوم ميرور ميرور كوبي وروتيت اختصار روتيت ار رو 90 درجة أبواب أخرى 80 وين في عندي أبواب 80 في عندي الباب هذا واخيرا ظل عندنا الباب الرئيسي خلينا نشوف قديش عرض الباب الرئيسي متر واربعين متر واربعين فممكن نقسم احنا ضلفتين مثلا تمانين ستين او تسعين خمسين ضلفة تسعين ضلفة خمسين فلو اخذت الضلفة هذه هاي كوبي وبدي اعمل ضلفة خمسين هات نكتب هنا بوينت خمسة بس عشان اعرف وين بداية الباب وهاي البيس بوينت وهاي دايمنشن او دي انتر بوينت زيرو خمسة بوينت نص ومن النقطة هذه الى النقطة هذه اي copy ركبوها 100% هيك بنكون احنا فعلا خلصنا جميع الابواب الموجوده في هذا المسقط. خلينا ننتقل الان للبلكين والترسات الموجوده في الدور الارضي. في عندي بلكونه هان لكن قبل ما ارسم البلكونه اكيد الافضل ان اعمل لاير خاص بالبلاكين هاي نيو لاير ممكن اسميه بالكوني او بالكونيز البلاكين ارسم خط كان طبعا الافضل انقل للاير البالكونيز احنا نسينا نحط على فكرة نحط لون للاير البالكونيز خلينا نعتبر لون البلكين احمر هاي اوكي اوفسيت بوينت واحد عشرة سنتي كما هو مكتوب وححرك الحائط هذا لجوه بوينت واحد نيجي للترس الأساسي اللي هو في مدخل البيت طيب ممكن أبدأ فيه من هان لو أبعدت من هان متر وأربعين وبعدين بوينت واحد أو خلينا نرسم الخط هذا الحد الخارجي وبعدين نعمل أوفست يعني خلينا نبعد متر ونص هاي أوفست واحد بوينت خمسة من هان ايش طول الخط هذا ممكن يكون مكتوب او مش مكتوب والاصل حينتهي لعند بداية الدائرة او بداية القوس فعشان اكون الشكل هذا واعرف طول الخط هذا لازم ارسم الدائرة طيب وين مركز الدائرة مركز الدائرة كويس انه مذكور انه بيبعد 2.28 من طرف الحائط انا ممكن أعمل أوفست اتنين بوينت اتنين تمانية من طرف الحائط من هون بزيادة طبعا الخطوط إذا لاحظتوا في حاجة اسمها جريبس أو مسكات على أطراف الخطوط هذه كبديل عن الاكستنت ممكن تمسك النقطة هذه وتشدها هيك شوية أو تشدها هيك أنا لسه مش عارف وين السنتر أنا عارف إنه ببعد من هان لهان اثنين بوين اثنين ثمانية حمده بزيادة عشان لما ارسم الخط الثاني اعرف بالضبط وين السنتر حيكون في اي مكان على هذا الخط برضه بقول لي انه السنتر ببعد عن طرف الحيطة هذه اربعة بوين ستة خمسة هعمل اوفست اربعة بوين ستة خمسة هذا هو المركز ممكن آه يعني اقصر الخطوط هذه اعمل ترم هاي المركز وبعدين حرسم دائرة نص قطرها الار R اتنين بوين تمانية خمسة اتنين بوين ثمانية خمسة extend للخط هذا trim tr enter مبدئياً فب لوين حتوقف الدائرة هذه في هنا زي مش حظ ظهور زي قاعدة على جنب الدرج القاعدة هذه محمول عليها عمود اللي عند القاعدة هذه يفترض يوقف اللي هو خط الترس طيب احنا اذا مضطرين نرسم الجزء هذا في الاول طب هات نشوف الدرج الدرج ببعد من طرف الحائط بوين ثمانية عرض الدرج نفسه واحد بوين ستة خمسة فحبعد بوين ثمانية همشي هيك واحد بوين ستة خمسة طيب حتى لو مكتب ليش معروف الدرجات اكيد لها ستاندرد دائما درجة بتكون تلاتين سنتي او بوين تلاتة متر كم درجة عندي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة او بعد الخطوط انا دعم نفسك من الخط فعندي هذا الخط بعدي خطين ثلاثة أربعة خمسة ستة هاي أفسد المسافة بين ثلاثة هاي الخط الأول بعدين هاي اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة طيب. بعدين حوض الزهور مكتوب اه صحيح مكتوب العرض بوينت نص تقريبا هو بطول الدرجات آه يمكن زايد شوية عن الدرجات من هان وزايد من هان مش شرط نعمله بهذا الشكل هاي مثلا بولي لاين حرسمه بالشكل هذا ثم بوينت نص وسكره بهذا الشكل خلاص الان بقدر اسوي ترم لهذا الجزء من القوس هذا بديش اياه ام ايه ماتش بروبرتيز او بضغط على رمز الفرشاية عشان اعطيها مش فقط نفس اللون بتاع البلكونيز وانما هتنتقل لنفس اللاير تاع البالكونز بدليل اطفي لاير البالكونز طبعا مش هيطفي لانه الفعال لكن لو بدي اطفيه تيرن اوف هتلاقي الخط هذا انطفى بدليل هو ما خدش بس اللون وانما انتقل للاير البالكونز هذه المعلومه ذكرناها سابقا الماتش روبرتز ممكن تساعدني في نقل عنصر من لاير الى لاير نزول البالكونز كمان مره الان بدنا نعمل سماكة الترس اللي هو 10 سم او بوينت واحد ممكن على فكرة بنفس الطريقة السابقة اعمل جوين للقطعتين هذول القطعة هذه القطعة هذه امسكهم اعمل جوين عشان يصير قطعة واحدة ثم اعمل اوفست بوينت واحد عشان اعمل اوفست مرة واحدة وهاي تريم للجزء اللي هنا وهي كمان السنتار ممكن انقله لاير البلكونيز وعلى فكره يعني اعتقد انه مش هيلزمنا ممكن نعمله ديليت طيب واضح انه فيها عمود كويس ممكن نرجع له كمان شويه ممكن بعد شويه نعمل لاير خاص بالاعمده ونرسم العمود اللي هان اللي شايل الطاير اللي هان وفي برضو عمود موجود في وسط الصالة طيب لاحظوا ان انا رسمت الادراج في نفس اللاير تاع البلاكين في البعض ممكن يقول لا انا بدي اساوي لاير خاص للادراج فيش مشكلة يعمل لاير يسميه ستيرز ويحط فيه الادراج كويس لكن انا توفيرا لللايرات اعمل لاير واحد للادراج البلاكين فممكن اسميه هذا بالكونيز اند مثلا ستيرز ايش ممكن يكون برضو في هذا اللاير اكيد الدرج الاساسي الموجود هنا طيب خلينا الآن نرسم الدرج الأساسي، واضح بداية إحنا نسينا نرسم الباب المؤدي إلى الدرج، لكن حنرسمه كمان شوية، على العموم لو تأملنا الدرج حنلاقي إنه في ست درجات بطلعهم في البداية عشان أصل لمنسوب الطابق الأرضي، زي ما طلعت ست درجات من هان حطلع ست درجات من هان، وبعدين تبدأ لفة الدرج ببدأ بطلع. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر درجات وعشر درجات لحد ما اصل لدور السطح او الدور الاول طيب كيف حابدا في هذا الدرج في رسمه هو الاصل يكون معطيني عرض الدرج من الجهة هذه وعرض الدرج في الجهة الثانية او عرض الشاحط مش معطيني عرض الشاحط لكن معطيني اللي هو عرض الفانوس تاع الدرج اللي هو بوينت واحد اللي هي المسافة بين الشاحط الأول والشاحط الثاني وممكن أعتمد عليها وأكمل الدرج بيبدأ من الجهة هذه بيبدأ بعد واحد بوينت واحد لو عملت أوفست واحد بوينت واحد الجهة الثانية بيبدأ من أو يعني بعد واحد بوينت ستة الفانوس بتاع درجة زي ما قلنا بوينت واحد وبالتالي لو رسمنا خط في الوسط وأبعدت اوفسيت نص البوينت واحد اللي هو بوينت زيرو خمسة اوفسيت بوينت زيرو خمسة من هان بوينت زيرو خمسة من هان ولو رسمت كمان مستطيل في هذا المكان خلينا نحذف الخطوط عشان يكون شغل نظيف ضل عندي بس المستطيل طيب واضح انه في سماكه للدرابزين سواء درابزين معدني او بطون هنا بين درابزين معدني بسيط جدا هعمل له سماكه بوينت خمسه اوفست بوينت خمسه على اساس انه يعني درابزين معدني كويس ممكن افصل هدول من هون هاي تريم تريم اساس انه هذه هي بداية الدرج وهات نجرب نعمل اوفست طيب انا اوف من منها ست درجات برضو عندي واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة يعني هذا بلزمش وهي اوفست بوين ثلاثة وحبدأ اعد واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة لا هذه زيادة وفي طريقة اسرع اكتبوا عليا في الادراج لما يكون عندي اوفست او عدد درجات كبير راح استخدم اكثر من مره ممكن يعني اغير شويه في التكنيك يعني اعمل اوفست قيمه الاوفست وين ثلاثه بختار الدرجه الاولى اول ما اختار الخط او الدرجه بختار خيار ملتيبل متعدد وابدا بقول هي اثنين ثلاثه اربعه خمسة ستة أو بطريقة سريعة ممكن أعمل لو في عندي عدد درجات كبير وبعدين بحذف الجزء اللي بديش بكتفي مثلا بست درجات أي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة لو تطبقها هان هاي اوفست المسافة فعلا بوين ثلاثة هي انتر بختار اول خط وبعدين بضغط على ملتبل وبصير اضغط الان بالماوس هيبدأ يكرر الدرجات بشكل سريع الآن ماتش بروبرتيز أم إيه عشان أنقلهم على لاير الأدراج أو البلاكين والأدراج في شغلة مهمة في الأدراج اللي هي خط القطع للدرج افترض ان الدرج بقطعه بعد مسافة ما لان عادة احنا بنقطع في تقريبا في وسط الشباك او فوق جلسة الشباك يعني على ارتفاع متر واربعين فغالبا المتر واربعين لو حسبتها هتلاقي انه بقطع بعد عشر درجات تقريبا. او اقل من عشر درجات بشوية. اذا بتقطع على متر وتلاتين. فتقريبا القطع حيكون يا اما بالضبط هان يا اما لورا شوية خط القطع تاع الدرج او البريك لاين كما يسمى ممكن ارسم يدويا ارسم بالشكل هذا يعني على الاقل يمر على ثلاث خطوط خط خطين ثلاثة ممكن اكثر ثلاث درجات بس مش بزيادة يعني بطلعش حلو اكثر من هيك وارسم اللي هو زي الاشاره هذه اللي ما تشبه حرف الزد ممكن يدويا وممكن يعني احسبها بالابعاد رياضيات في الاورثو اجيبها بشكل دقيق او مدروس واعمل ترم وهذا كل البريك لاين ممكن اعمل له جوين الافضل هذول اقتربوا من بعض اكثر وممكن بطريقة سريعة استخدم رمز جاهز في الاوتوكاد رمز للبريك لاين خط القطع يستخدم غالبا في الادراج وين حلقي حلقي مش في الادوات الموجودة هان هلاقيه في تاب من التابات هذول اسمه اكسبريس تولز لو رحت على اكسبريس تولز هلاقي في حاجه اسمها بريك لاين طبعا لو درسوا على جنب ببساطة شديدة انت بترسم او ترسمي بداية خط القطع نهايته بعدين برسم النقطة اللي حيكون لي فيها اشارة هذا ما يشبه حرف الزد في المنطقة هذه طبعا ممكن حدا يقول لي او تقول لي انه السكيل هيك تبعهم ممكن يكون كبير او صغير اكيد في امكانية للتحكم بالسكيل او رسمت خط القطع او قبل ما ارسمه في خيار من خيارات البريك لاين اسمها سايز الحجم الافتراضي بوينت نص ممكن اخليه مثلا بوينت ثلاثة هاي اصغر شوي ممكن اعتمد هذا المقاس فممكن اضغط على البريك لاين ارسم خط مائل بهذه الطريقة من هان لهان في النص اضغط على هذه الاشارة لاحظت انه كمان مدوا بزيادة وهذا الافضل مدوا بزيادة بعد النقطة هذه وبزيادة بعد النقطة هذه في بيحبوا يعملوا اوفست للخط هذا اوفست مثلا اي مسافة مثلا بوينت خمسة كويس برضو بصير اساس انه خطين بدل خط واحد او يكفي خط واحد طب هل الرسمة بالشكل هذا صحيحة؟ اكيد لا اكيد بعد ما اقطع اكيد في حيكون عندي خطوط هدن بس خليني قبل احركه شوية للمنطقة هذه كويس هيك اسلم طيب بعد خط البريك لاين في عندي خطوط هيدن او خطوط متقطعه فافترض انه هذا احطه في لاير منفصل الدرجات هذه بعد خط القطع ومش بس هيك وكمان الدرابزين حينقطع مع الدرجات فالدرابزين بعد النقطه هذه برضه حيظهر بشكل متقطع وشكل هيدن لا النقطة هذه اللي هي بداية الدرج اللي عند المدخل أول ما بدخل هاي درج أول أول ست درجات مقابلة للمدخل بداية الدرجين حتكون من هان بكل تأكيد طيب كيف بدي ننقل هذا الجزء اللي هو من من النقطة هذه للنقطة هذه الجزء هذا كيف بدي أنقله على لاير تاني وهو جزء من المستطيل يعني المستطيلين هذول عبارة عن قطعة واحدة وهذه قطعة وهذه قطعة. طيب هذا ممكن اسويه من خلال امر عكس امر الجوين، الجوين عندي خطوط مفككة بدي اوصلهم مع بعض بستخدم جوين، لو عندي بولي لاين او خط متصل وبدي افصله عن جزء ما بستخدم امر اسمه بريك. يعني باجي بوسع القائمة هذه وبدور على امر اسمه بريك. طبعا في نوعين في بريك ات بوينت وفي بريك ات تو خلينا نجرب القطع عند نقطة واحدة ببساطة بختار الخط اللي بدي اقطعه مثلا نفترض انه خط الدرابزين وباجي بعد خط القطع بضغط على النقطة هذه تلاقيه انفصل بعد النقطة هذه برضو بدي احاول افصله عند النقطة هذه هاي كليك يمين او عشان نتعلم تاني هاي البريك لاين بختار الخط وبعدين بختار النقطة اللي حفصل الخط عندها كليك يمين اعاده الامر بختار الخط هذا وبقول افصل عند النقطة هذه لاحظوا احيانا كثيرة كمان آه بعد لما اكرر الامر كذا مرة بعد ما اعمل فصل برضه برجع للخط شوية ممكن اخليه زي هيك ممكن لو حبيت ارجع اعمل له اكستند برضو بحدد الخط وبفصله عند النقطة هذه ممكن انا اعمل اكستند اكستند كمان الخط هذا الاصل تمام اعمل له بريك عند النقطة هذه بهاي بريك بحدده وبفصل عند النقطة هذه بلاقي منفصل جزئين اكيد خمنتوا حساوي الان الان حساوي لاير خاص بالخطوط المتقطعه أروح على اللايرات اعمل لاير أسميه مثلا هيدن لاينز اعطيه مثلا لون مميز لون الماجنتا او الزهر لو حددت هدول نقلتهم للاير الهيدن مية المية هذا خط لونه أحمر هذا زهر يعني مفصولات عن بعض ماتش بروبرتيز علمت دول هذا الجزء برضه بعد خط القطع أخد لون تاني طبعا بداية الدرابزين ممكن نسيبها خط عدل وممكن أميزها مثلا أعمل نص دائرة صغيرة كأنه بداية الدرابزين جاي بلفة أو بشكل ناعم. كويس لكن الخطوط الاصل المخفيه تظهر بشكل متقطع. ف لازم اغير الستايل تاع الخط. هل اغيره من هان? من البروبارتيز؟ قلنا البروبارتيز هذه خاصه بأوبجكت واحد يعني ممكن امسك الخط هذا واروح على البروبارتيز واغير الستايل له اخليه هيدن لكن هيك بكون انا غيرت فقط لاوبجيكت واحد، انا بدي اغير الستايل هذا او نوع الخط لجميع جميع محتويات لاير هيدن يعني اي حاجه مرسومه على لاير هيدن تظهر بشكل متقطع فالافضل اروح على لاير الهيدن وزي ما بقدر اغير اللون لاي خط مرسوم على الهدن يعني هذه خصائص اللاير نفسه ممكن اغير اللاين تايب طيب فيش عندي غير نوع واحد اللي هو الخط المتصل اكيد زي ما عملنا سابقا بنعمل لود بنحمل خطوط الى الملف تبعنا من المكتبه الموجوده هنا إذا انت بتشتغل او انت بتشتغلي مساقط معماريه بابعاد متريه يعني مش بالسنتيمتر غالبا اللي هو الستايل اسمه هيدن نص اكس هذا غالبا بيظهر بسكيل مناسب هل جيت بنجرب هاي حملته بختاره وبقول اوكي خلاص الان صار الستايل العام تاع اللاير هذا هو هيدن أو خطوط متقطعة. لاحظوا ما احتجتش أغير سكيل الخط لأنه الهيدن نص إكس عن تجربة دائما في المصاغة المعمارية بيظهر بسكيل كويس. لكن لو احتجت نغيره أغيره زي ما ذكرنا سابقا ممكن أروح على أذر تمام وأغير global سكيل فاكتور بدل ما هو واحد مثلا أخليه مثلا بوينت نص حيصغر بزيادة. او اكبره خليه اثنين لكن زي ما كان كويس خليه واحد نضربه في اي حاجة يعني لا نصغره ولا نكبره هيك ممتاز ايش توقف هذا الدرج بكل تأكيد باقي اللي هو السهم الصعود ممكن نرسم بولي لاين اي من نقطة البداية بدنا في نص البسطة كيف بدنا نعرف وين نص البسطة كان الأصل نرسم خط مساعد مثلا بالشكل هذا نحذفه لاحقا حبدأ من النقطة هذه هاي نص البسطة هوقف هان وحوقف تقريبا عند النقطة هذه طيب ممكن آه نرسم بكذا طريقة في بحب يحط شحطتين تمثل بداية سهم الصعود أو نحط دائرة في النهاية هان ممكن نحط سهم ممكن أرسمه بكذا طريقة ممكن أرسمه زي هيك بشكل خطوط بدون بدون ما يكون مصمت وممكن أهشره من الداخل نرسمه بطريقة مشابهة مثلا لو اخترت زاويه 30 بهذه الطريقه بعدين ام اي عشان يكون الدرج هذا فعلا انتهى خلينا نرسم الباب لمدخل بيت الدرج اللي هو عرضه زي ما شفنا واحد بوينت واحد طبعا هو مرسوم كظلفة واحدة وبالتالي هات نرسمه في مكانه دي المرة هذي واحد بوينت واحد في الأول اتجاه الإكس بعدين بوينت زيرو خمسة اتجاه الواي ومن النقطة هذي للنقطة هذه شغل اورثو وبننقله على لاير دورس طيب خلينا نكمل جميع خطوط الهيدن الموجودة في هذا المسقط فلو رجعنا تاني للصورة هلاقي في عندي قوس في هذا المكان لذلك خلينا نخلي الهيدن هو اللاير الفعال ممكن يكون عندي قوس في هذا المكان حتى لو هو مش راسمه في خط هيدن في المنطقة هذه غالبا في اختلاف بين حدود الطابق الاول او الطابق الارضي وطابق السطح وفي عندي خط هيدن في المنطقة هذه طيب ما فيش عليها ابعاد لكن لو رحت على طابق السطح هلاقي انه هي ابعاد الجزء هذا ممكن ارسمه على السطح وبعدين انقله هان او ارسمه هناك مباشره لكن انا أفضل اني ارسمه على السطح طيب ليش ظهر خط الهيدن الهان اكيد لانه هذا الخ... في السطح يكون مستمر او ممكن اعدل الان على السطح يعني اعمل اكستند للجزء هذا كذلك الجزء هذا بده ينحذف في السطح ونبدا نرسم الحدود الجديده لهان طيب حابعد من هان واحد بوينت خمسة خمسة و مسافة خمسة بوينت أربعة كويس تشمل القوس بعدين خمسة بوينت اثنين فهي خمسة بوينت أربعة بعدين خمسة بوينت اثنين تأكد إنه بس أنا فعلا بديت من واحد بوينت خمسة خمسة صحيح طيب وبعدين متر وبسكر الشكل او بصل لحدود المبنى واحد مية المية قيمة الفلت ثلاثة اختار امر الفلت راديوس ثلاثة ممكن نعمل جوين لكل الجزء هذا جي انتر عشان يصير قطعه واحده السماكه هان بوينت واحد اوف سيت بوينت اوف سيت بوينت واحد تمام الجزء هذا ممكن نكمله لاحقا خلينا نحن الان نركز على الدور الارضي انا بهمني الان الخط الخارجي هو هذا اللي بيظهر كخطوط متقطعة في الدور الأرضي فلو أخذت كوبي من الخط هذا وإذا بتذكر إحنا حملنا مسافة ثابتة بين المسقطين أعتقد 40 متر لو تحركت 40 هذه طريقة أو بعمل كوبي إذا نسيت المسافة من نقطة بالتأكيد تكون مشتركة بين المسقطين مثلا من النقطة هذه النقطة هذه عشان اجيب مكانه صح خلاص الان هذا بالماتش بروبرتيز ممكن اخذ التنسيق من هان واعطيه للشكل هذا طيب بما ان احنا وصلنا لهذه النقطة خلينا نساوي في النهاية العمود اللي شايل الطاير هان واضح ببعد اثنين بوينت خمستاش فلو طبعا هو في نص القطعة هذه لو انا اجيت من الميد بوينت مشيت لفوق بالشكل هذا بديت من النقطة هذه يعني بديت من مقابل الميد بوينت وكتبت اتنين بوينت عشر سماكة او قطر العمود الفاي بوينت ثلاثة فممكن اكتب راديوس بوينت عشر او استخدم الطريقة الثانية اللي هي سنتر دايميتر هاي المركز بد... بدخل الدايميتر بوينت 3. طيب العمود انا مبدئيا رسمته في لاير الوولز لحد ما نعمل لاير للكولمز ممكن نسويه لاحقا نضيف فيه كل الاعمدة وفي عمود في الصالون في المنطقة هذه مش مكتوب بالضبط هو وين وايش البعد من هان او من هان لكن واضح ان هو جاي آه بمحاذاة او بامتداد محاور الأعمدة أو في التقاءات محاور الأعمدة ففي عندي عمود هان في الحيطة هذه لو مديت خط من نص الحائط وفي عندي عمود تقريبا في هذا الحائط هاي هاي الوسط تبعه الخط هذا لو مديت من الخط هذا طرف الحائط مديت خط غالبا حيكون العمود في هذه المنطقة طبعا احنا مش معنيين كتير بالإنشائي لكن تقريبا حيكون بهذا الشكل كويس غالبا الاعمدة الانشائية بتكون معظمها على سطر واحدة يعني هي في عمود هان عمود هان وهذا مقابله والجهة الثانية هي عمود وهذا مقابله او بمحاذاته الفاي بوينت اربعة زي ما قلنا وبالتالي هاي السنتر ودخل فاي بوينت اربعة. في النهاية حيكون مطلوب منكم تكملوا دور السطح بنفس الطريقة والاسلوب اللي تبعناه في الدور الارضي. يعني حتكملوا باقي الفتحات باقي الابواب ممكن تستفيدوا من الدور الارضي يعني ممكن اذا الشباك هذا له مقابل في الدور السطح ممكن اعمل كوبي منه على دور السطح ممكن اعمل كوبي من هذا الدرج واكمل عليه مع مراعاة الاختلاف بين الدرجين في المسقطين الارضي والسطح هنا حيظهر على درجات كامل مثلا الدرابزين هنا حيسكر لعند الحائط لانه هذا الدرج بوقف عند دور السطح يعني بيكملش فش عندي دور ثاني وثالث ورابع خلاص هذا هو نهاية الدرج بالتالي مش حيكون في فتحة للصعود في هذا المكان أخيرا لو في أي أبعاد ناقصة ممكن أنت تفترضوها زي البعد الموجود هان وبدي أنبه لنقطة إنه هاي الحوائط المقطوعة بينما باقي الحوائط حتكون تحت مستوى القطع يعني اللي هو المنشر تاع السطح وبالتالي ممكن اعتبارها ضمن البلاكين او اضافتها الى لاير البلاكين هذه ملاحظات سريعة على دور السطح طبعا هذا هو المطلوب ببساطة مطلوب سهل جدا نكتفي بهذا القدر اليوم ويعطيكم الف عافية.